أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين كلا كلا حافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها
وما أدراك ما يوم الدين ثم ما يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين ثم يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم.